شكرا للزميل سلطان الشامسي على هذه الجولة. مشاهدينا، فن إعادة تدوير الأشياء من الفنون الجذابة جدا، إلى جانب قيمتها الجمالية فنها تقوم باستغلال واستخدام أدوات قد لا تندمج مع بعضها، لكن من خلال الفن بإمكاننا أن نحولها إلى قطع فنية. نتعرف أكثر على هذا الفن مع بعض الممارسات. معنا في الاستديو الفنانة التشكيلية فاطمة الدرمكي، أهلا وسهلا. يا مرحبا. خلينا نبدأ في البداية ونسألك أستاذة فاطمة عن موضوع إعادة التدوير، لماذا تحديدا كان هذا جانب من اهتمامك في مجال الفن؟ لأن دائما يكون عندنا قطع مميزة وغالية علينا وما نبغى نتخلص منها أو ما نبغى نفقدها، فعشان يعني نزيدها جمالا أو نجددها وتظل معانا كذكرى، حبيت أن أنا دائما أشتغل على الأشياء الثمينة هاي وأعيد تدويرها. شو الأدوات اللي اخترتيها أو بديتي فيها لما بديتي هذا الفن؟ بدينا في أدوات البيت، يعني الفيزز، ممكن الزجاجيات، العطر، الأواني بشكل عام يعني. تمام. وبالنسبة للألوان والتعامل معها على مثل هذه القطع، خبرينا عن هذه التجارب. طبعا بالنسبة للألوان، يعني كل سطح له ألوان معينة، فنحن لازم نكون عارفين شو السطح اللي بنشتغل عليه عشان نأسسه بالطريقة الصحيحة ونستخدم عليه الألوان الصحيحة عشان بعد أنها تعيش معنا ويعني وتظل بشكلها الصحيح. خبرينا عن الأدوات أو الخامات اللي بديتي في النقش عليها أو الرسم عليها. طبعا اللوحات، يعني بشكل عام الكانفاس اللي هي الأقمشة الخاصة بالرسم أو الأوراق الخاصة بالرسم، يعني ممكن نرسم على القماش، ممكن نرسم على الخشب، ممكن نرسم على الزجاج، في وايد يعني تقريبا الجداريات على الجدار، حتى جدار البيت يعني ممكن ان احنا نغير شكله ونرسم عليه بالطريقه اللي احنا نحبها. وبالنسبه لكل خامه والتعامل مع الالوان عليها او نوعيه الالوان اللي تحتاجها، مثل ما قلت لك يعني طبعا لازم ندرس اول شيء السطح، حتى هذا السطح يعني هل هو قديم جدا، هل نحن نحتاج ان نحن نعيد يعني تاسيسه تنظيفه وتأسيسه أول شيء، أو أنه السطح ممكن أني أنا أشتغل عليه على طول، فلازم أحدد هذا الشيء أول شيء وبعدين أبتدي أشتغل عليه على حسب، أوفر له المواد اللي تناسبه وأبتدي أشتغل عليه بهاي الطريقة. تمام. قلتي إعادة تأسيس، وأحس الكلمة شيء لفتتني شوية في موضوع التعامل مع القطع. شو يعني إعادة تأسيس القطع؟ طبعا القطع عندك أو الجدار أو يعني القماش أو الزجاجة مع مر الأيام تتأثر، هي ممكن تتوسخ، تتغير لونها، ممكن تتقشر، تتعرض لأشعة الشمس، الحرارة، الأمور هذه كلها، فلازم ننظفها أول شيء. يعني قبل أي شيء لازم نتأكد أن نحن ننظفها بطريقة صحيحة على حسب السطح طبعاً، بعد هذا يرجع وبعدين نبتدي نشوف شو السطح اللي احنا نشتغل عليه وناخذ المادة التأسيسية. يعني للجدار نحن متعودين انه يكون شيء برايمر واللي هو تاسيس. فيعني ننظف الجدار مثلا او الزجاجه، ننظفها بالكحول لحد ما نتاكد انه ما في عليها اي مواد دهنيه او اي بقايا او اي شيء، ونبتدي ناسسها بتاسيس خاص، برايمر خاص يخص الزجاج او يخص القماش. فهذا يعني بكل بساطة التأسيس. خلينا نتكلم عن التعامل مع هذا النوع من الأوراق. يعني هي أنا أمسكها أشوفها شوي يابسة. هي مش يابسة، هي ورقة عادية نفس الورقة هذه، بس هني المواد اللي أنا استخدمتها هي اللي أعطتها الخشونة هاي أو الثخانة هاي اللي أنت تحسين فيها يعني، فهي المادة هذه لأنها نوعا ما حجرية. يعني هذه الألوان ألوان أكريليك طبيعية بس عادية يعني، بس السطح هذا أو المادة هذه هي معاجين، هي عبارة عن معاجين ورملية، يعني إلها تكستشر، فاستخدامها يعطي هالسماكة في السطح. وأنا ليش استخدمتها؟ لأن يعني أنا وايد أحب الفنون الأوروبية الإيطالية والفرنسية، ولو نروح نزور يعني معارض أو قصور أو قلع عندهم، طبعا لان جدرانهم او الجدران القديمه بشكل عام في كل البلدان يعني خشنه، فيها هذه الخشونه يعني، فهم راسمين عليها،
فتعطيك نفس هذا الـ 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 يعني المنظر النهائي. فانا حبيت اني انا اطبق هالشيء وكنت اجربها يعني لاني ابغى اسويها على دار بغير دار يعني، فجربتها اول شيء على الورق عشان اشوف الشكل النهائي لها. تميلين اكثر للورود والطبيعه يعني هذا اللي متاح حاليا؟ الورود والطبيعه. خبرينا اكثر عن هذا السبب يعني تحديدا. والله شيء داخلي يعني انا احب الطبيعه بشكل عام، احب الاشجار، احب اللون الاخضر، اللون الاخضر يشيل الطاقه السلبيه يعني يوصل للهدوء. السماء لون السماء مثلا الازرق يوصلت للاستقرار، نفس الشيء للهدوء للراحه النفسيه، فاحب اتعامل مع هالالوان فاحبها في الطبيعه اساسا يعني. سألت هذا السؤال تحديدا لان كل شخص منا يحب جزء من الطبيعه. صحيح. يعني انا احب الجبل واحب الشمس، فلما اشوف حد مهتم مثلا تحديدا بالورود احب اعرف الاسباب وهذه العلاقه اللي تكون موجوده مع الطبيعه عند كل شخص. انا اعتقد ان يعني علاقه الطبيعه فينا فيها شيء داخلي يعني غير جميل. خلينا نتكلم استاذ عن العمل الثاني. يعني انا بالنسبه لي لو شفته اول وهله، انا مو خبيره في الفن، بس اول وهله بقول لك هي مثل زخارف اسلاميه او زخارف تقريبا يعني هي زخارف اسلاميه، يعني ممكن تكون زخارف اسلاميه، ممكن تكون اللي هي زخارف بعد الاوروبيه الفرنسيه الايطاليه. برجع اقول يعني لو رحنا قصورهم قلاعهم بنلقى في جدرانهم يعني حتى الاسقف عندهم على الجدران، حواف الجدران بنلقى دائما في عندهم هاي الزخارف، واللي هي اصلا تستخدم بطريقه فن يسمونها خدعه العين، واللي هي تعطيك ايحاء انها هي بارزه وان هي اصلا يعني نفس الجبس بارز ولكن هي مجرد رسمه ما فيها اي بروز. تمام. اشوف كذلك في عمل ثالث نشوفه قريب منه. أيه. هذا اللي بتكملين عليه معانا؟ لا بنكمل على الزجاجة هاي، يعني هاي هي زجاجة عادية ممكن احنا نستخدمها اصلا في البيت، يعني ممكن تكون العطر ولا ممكن تكون حتى زيت زيتون ولا يعني استخداماتها كثيرة وممكن انها تكون زينة، فهي كانت عندي يعني وانا حبيت اني انا اغير شكلها من زجاجة انها تكون يعني تحفة فنية. ورسمت عليها يعني منظر طبيعي، ف ممكن هذا اللي يعنيها تحبين انت تجربي استاذه واحنا بنتكلم عن هذه الالوان. خبرينا عن نوع الالوان اللي استخدمتيها على زجاج او المستخدم بشكل عام في الحين. هني انا استخدمت اكريليك عادي بس لاني مؤسسه السطح بالوان شويه قويه فما عندي مشكله اني انا الحين استخدم معاها اللي هي الاكريليك العادي لانها بتكون يعني ثابته على اللون الخلفي هذا. في ألوان أخرى مخصصة تكون للزجاج غير الأكريليك؟ الأكريليك هي في ألوان خاصة للزجاج يعني، فهذه الألوان يعني تكون ممكن تدخلينها حتى الفرن أساسا هي تكون ثابتة خلاص وتتحمل الغسيل وغيره، يعني ممكن استخدامها تكون حتى سيف يعني فود سيف، ما عندك مشكلة فيها. بالنسبة للتقنية ومسك الفرشاة خبرينا عن تقنيات هذه في التعامل مع الفرشاة. يعني هذه تقريبا هي تعتبر تقنية ضربات الفرشاة يعني مش اللي هي الدمج، يعني هذه ما فيها وايد دمج ولكن فيها ضربات يعني ويعتبر من الفن التأثيري اللي هو تعتمد على ضربات الفرشاة. يعني احنا نعرف مدى يمكن الفنان دائما يعز ويغلي الفرش، خبرينا عن هذه العلاقه مع الفرش. هذا ادمان. الفراشي انا اسميها ادمان، يعني وين ما اروح حتى لو يعني عندي متوفره الفرشاه ولكن دائما يعني ادخل محلات حتى يوم اسافر وهذا لازم ادخل ولازم اقتني يعني فراشي يعني من اماكن مختلفه من ماركات مختلفه. هذا اغلى شيء اعتقد عندنا. يعني ما مدى تاثيره على جوده العمل الفني بالنسبه لك من خلال ممارسه؟ لا يعني هي مش بالنسبه لي، هي بشكل حتى رسمي تاسيسي واساسي جدا له تاثير كبير. اهم شيء في العمل فرشاة الفنان، وحتى هذا الشيء يعني ممكن الكل يتعلمه في الجامعه وفي هذا، ان هذا الشيء يعني اساسي بالنسبه لل بالنسبه لل يعني للفن، لان في النهايه
الفرشاه الهاي كواليتي يعني اللي تكون جودتها عاليه تعطيك عمل جودته عاليه بكل بساطه. وطبعا الممارس الفني يعرف من خلال طبعًا. اسم الماركه يكون اي طبعا يعني هو ماركات او انواع بنقول انواع الفراشي يعني في الانواع اللي هي الخشنه وفيه الانواع الخشنه عاده يعني البريستا اللي يسمونها عاده تستخدم اكثر شيء حق الالوان الزيتيه اكثر من الالوان الاكريليك مثلا وفي اللي هي الفراشي اللي هي السنتاتيك هذه واللي هي الناعمه تقريبا وهي تستخدم يعني حق كذا شيء بعد يعني الووتر كلر والاكريليك. الى جانب تعاملت مع الاكريليك استاذه فاطمه شو الاشياء او الالوان الاخرى اللي تعاملتي معاها؟ تعاملت مع الالوان الزيتيه والاكريليك تقريبا تعاملت مع كل الالوان والمائيه تقريبا تعاملت مع كل الالوان يعني. والاقرب لك هو الاكريليك استخدامه اكثر ولكن يتيح لك يعني مجال معين ففي ناس مثلا ما يحبون الاكريليك ليش لانهم يشغلهم اكثر على الدمج فالدمج يحتاج اللي هو الالوان الزيتيه فاللي يستمتع في الدمج اكثر ويبقى يعني اللوحات يكون فيها دمج اكثر يستخدم الالوان الزيتيه الأكريليك لأنه ينشف بسرعة ما يعطي وقت لازم تستخدم معه وسائط معينة عشان يعطيك شوية وقت بس بعد مش مثل الزيتي يعني يعطيك يوم يومين تظل تضيف على اللوحة إضافات والوقت مفتوح عندك يعني. تمام ولو سألنا عن ذكرتي التأثيرية بحركة استخدام الفرشاة هل هناك مثلا اتجاه فني معين تحبينه أو تميلين له أكثر من أي اتجاه آخر؟ أحب الكلاسيكي والتأثيري يعني طبعا أنت الكلاسيكي عندك مجالاته تقدرين ترسمين بوتريت تقدرين ترسمين اللاندسكيب بالطريقة الكلاسيكية وعندك التأثيري نفس الشيء يعني بنفس الطريقة يعني تقدرين ترسمين الرسمات اللي تبينها بالطريقة التأثيرية يعني التأثيري هو ما فيها يعني تكوين محدد يعني الرسمة تكون مفتوحة ما في لازم يكون تكوين محدد للرسمة بالنسبة للفنان هل يعني بعض الفنانين يكتفون بما لديهم يعني يقولون خلاص أنا عندي هذه الموهبة لكن التعلم أو التعليم في مجال الفن كيف ممكن يساعد الفنان؟ الفنان أمره ما يوقف المفروض يعني لازم دائما يطور نفسه لأنه مثل أي مجال يعني دائما في أشياء جديدة تتطور تدخل يعني كمجالات التعلم مع كذا معلم مفيد جدا لان كل معلم عنده طريقه معينه اسلوب اكتسبه من خبرته فان يعني دائما الواحد يلجا انه يتعلم مع مدرسين مختلفين هذا الشيء يطور من مهاراته وتتجدد التقنيات والمواد الموجوده يعني هذه كلها تحتاج تطوير ما نقدر ان نحن نوقف في مكان واحد. وهل تعلمين الفنون؟ إيه خبرينا عن تجارب التعليم. ممتعة جدا صراحة لأن يعني أنا أحب أتعامل مع الناس يكون ممتع لأنك تشوفين شخصيات جديدة من خلال الرسومات أو من خلال العمل المنجز في النهاية كل شخص يكون له فعلا بصمة خاصة له وشيء مفرح فعلا يعني طاقة إيجابية يعني التعليم. شو أنواع الفنون اللي تعلمينها أستاذ فاطمة؟ أنا بديت أول شيء في فن الديكوباج وهذا شيء يعني أنا درسته برا في أوروبا وبعدين يعني دخلت في تقنيات ثانية مثل الرزن والكولاج وهاي الأمور الحين بادية في الرسم يعني وببتدي إن شاء الله أطرح ورش للورد واللاندسكيب. بالنسبة للأدوات الثانية الموجودة عندنا يعني ما أعتقد فقط الرسم استخدم فيها هناك أدوات أخرى يعني مثلا لو نشوف الأشجار الخضراء بعرف أسميها نباتات الخضراء الموجودة في الكوب كيف أيضا ندخل مثل هذه الأمور في الأعمال الفنية أو كيف يتم دمجهم بشكل يعطي عمل فني راقي؟ شوفي هذا برجع بقول لك شنو الانسان لازم عشان شي دائما الانسان لازم يطور نفسه يعني ما يعني ما يوقف عند تقنيه معينه او ما يوقف عند فن معين فقط لازم يتعلم كذا شيء
يعني يدخل ويجرب، أنا بقول يعني يجرب كذا فن وكذا تقنيات يستهويهن أو يحس أنه ممكن أنه يندمج فيها. العلم يعني الزايد أو يعني الدمج للتقنيات هذه توصلك هالأشياء، أنك أنت يمكن يعني هذا اللي وصلني أني أنا أرسم على الزجاجة بغير أني أنا أرسم بس على الورق وعلى الكانفاس المعتاد يعني. فأنت هني يعني تكسب خبرات أنك أنت ترسم على أسطح كثيرة، يعني منها القماش، منها الجدار، منها يعني حتى الملابس. بالنسبة للقطع الموجودة هناك اللي اشتغلت عليهم أستاذة فاطمة، خبرينا أكثر عنها. هذا يعني مثل ما قلت لك الحين نحن شيء قديم عندنا، شكله عاجبني وما أريد يعني أني أنا أعقه، فحبيت أني أنا حوله أنه ديكور، خلاص يظل ديكور يعني. فضفت عليه مادة جاهزة يعني هي اسمها مادة الكراك وتشققات، وتعطي الشكل القديم يعني كأنه شيء فعلا قديم ومتشقق من العوامل يعني الحرارة وغيره والبرودة. وضفت له بعض أوراق الترانسفير، هذه أوراق مائية يعني تنحط في الماء وبعدين تنحط على السطح الأسطح، طبعا تكون خشب أو كانفاس يعني ما تصلح مثلا حق القماش وغيره. وظهر بهذا الشكل، وهذا ظهر بهالشكل، والقطعة اللي جنبها وهذه نفس الشيء يعني، بعد هذه يعني قطعة من إيكيا وهي عبارة عن يعني شيء ممكن نحتفظ فيه، ممكن يكون فيه أي شيء من مقتنياتنا يعني. حتى هذه القطعة أنا سويتها وكانت كنت أقول يعني إن ممكن الواحد يحط فيها ذكريات يعني، صارت مثل الألبوم. استخدمت معاها الكانفاس وصارت كأنها ألبوم ممكن إن الواحد يعني يتصفحه. هذه أوتوماتيك؟ لا، هذه أوراق جاهزة. هني أنا استخدمت تقنية الميكس ميديا. أوكي، فتقنية الميكس ميديا يعني هي تقريبا يعني تقنيات مختلفة وهذا ومواد معينة يعني، يعني استخدمت مثلا العجائن معها، وممكن انك انت تضيف رسوماتك يعني، هذا الشيء الحلو انك انت تدمج في التقنيات. فهذه بالنسبة لهذه القطعة. أستاذة فاطمة، بالنسبة لمثل هذه الأعمال أو فنون إعادة التدوير، هل تحظى بصدى كبير؟ هل لها معارض خاصة؟ نعم، حاليا هي صارت يعني إن ما شاء الله معارض يعني. نحن مثلا يعني في دبي ما شاء الله، في عندكم في دبي في السركال، وهني في الشارقة ما شاء الله في وايد يعني أماكن تقام فيها فنون يعني. أنا حتى بنتي فنانة تشكيلية وتشارك هني وتشارك، وفي أبوظبي نفس الشيء. وأعتقد أن الدولة ما شاء الله بعد عاطية اهتمام كبير جدا للفنانين الإماراتيين وللفنون، وقاعدة تنشط وقاعدة فعلا يعني تزيد في هذا المجال. تمام. هل في فن آخر أو شيء جديد تحبين تجربينه؟ والله أنا دائما أحب أجرب يعني، هذا شيء فيني يعني، حتى يعني ما عندي مشكلة أني أنا أسافر وأروح يعني خارج الدولة وأقعد فترة أساس أتعلم أشياء جديدة. تمام. من أشكر التوفيق أستاذة فاطمة، يعطيك العافية على وجودك معنا. شكرا على استضافتك. شكرا.